عمي مختار عندنا هذا البروبلام وعندنا هذا الدخان وهي كيدي ماريها في الاول من بعد يبدا ينقص الدخان يبدا ينقص الموتور يبقى يدور مليح غير فكيدي ماريها في الاول هذه 807 2 لتر 107 شو ها هو دوك كيسخن كيسخن الموتور ها يبدا يقبض روحها يقبض روحها حتى يولي يمشي مليح قلنا شي لتر 107 شو ها هو دوك كيسخن كيدخل الموتور ها يبدا يقبض روحها يقبض روحها حتى يولي يمشي مليح شوفنا شي حل عمي مختار الله يرضيك شكرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جاتني فكرة باش نحاول نعملها وان شاء الله تكون ناجحة وتفيدكم الناس الكل اللي هما هذوما الديتات الاثنين على الليبر تو هذوما اثنين حاول بشم المكان هذا نفكوا هذا كما شفنا في الليل نقام الفيديو الاخر انزل عليه بظفرك تخرج وهي تنزل عليها بظفرك كذا تخرج هذا نجيبو كي العادة زوز ديريتات هذا واحد نحطوه في الهلي واحد في الرطوب الهلي ديما هو الخشين هذا والرجوع هذا يا جويت يعني الحمد لله جينا طريقة سهلة إن شاء الله تكون سهلة عليكم العملية ومن حظ السيد اللي كلمني على الفيديو حطوا هذا مثل العادة مكان شوفوا تكون في مكان مش مي بكش هان فكنا معنا البومبات هذه تاع المازوت نحاولوا باش ناخذوا الماده مش بعد ما تخدمناش باش ما نقعدوش نخدموا بزيت هذه ناخذ الماده نعمل هكا البيرش ان شاء الله العملية ناجحة والبي قاعد يدخل والبي قاعد يمشي
حسيت الموضوع كيفاش حسوا تبدل رد يعني ولا قريبي يعني يشكو جملة ما عادش فيها حس الكل تبدل النغمة نتاعو تبدل أول ما خدمناه كان يترشد تك 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 صوت تسمعوا فيه ما عادش فيه حس الجملة حسن يعني بطريقة ممتازة ما تقول يعني لو كان مستقبلها في البو يمكن ما عادش تسمع حاجة يعني في البو مفتوح ولا بنشوف احنا الموتور يعني عادي مازال يتحسن لأن المازوت قاعد يدخل شوي شوي كل ما يدخل المازوت أكثر كل ما يكون أحسن كل ما يدخل التبريد أكثر كل ما يكون أحسن الصوت اللي تسمعوا فيه هذايا نتاع الفشفيش واحد لان الديريت نتاع التربو مش راكب هذا ليش الصوت تسمعوا فيه يعني فشفش كانه ماهي بعد لازم تكون الماده الناس تقول يعني الماده خلاص ما عادش يعني فيها كمل هذه العملية نتاع السيركويف يعني نتواج سيركويف فرمي نتاع 407 إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وهي تجي على جميع أنواع السيارات يعني بس لكن المهم الواحد يعرف الدريت للي والرتور وين يعني يعني برك يعرف اللي هم الدخول المازوت وخروجه منين كان يعرف الدخول وخروج المازوت منين يعملها بسهولة تامة يعني خاطر فما كراها بتلقى ساعات المكان نتاعهم ضيق جدا هذه تو انا يعني قاعد نتبع فيها لقيت الدريت نتاع الرتور والواحد سهلين جايين من فوق استفدت من العملية وعملتها نرجعوا الدريتات مكانهم بعدها نعمل شوية يعني نضمه شوية المازوت باش ما تاخذش هواء هذه هي العملية وإن شاء الله تكون أفادتكم ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.